العمل وخلق حتى يدخلوا فيما ترك الحياة المجلس على الشباب والرياضة حديثا. ننظم اليوم المجلس على الشباب والرياضة بالتعاون مع غرفة تجارية دورة شبابية حول التمكين الاقتصادي. الغرض منها من هذه الدورة هو إكساب الشباب المهارات اللازمة من أجل تعزيز قدراتهم وزيادة فرصهم للدخول لزيادة فرصهم في السوق لحتى يستطيعوا أن يختاروا أو خلق وظائف جديدة لهم. المجلس الأعلى للشباب والرياضة حديثا استحدث هذه الدائرة أو هذه الوحدة في هيكلية المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وهذا زي ما حكينا هو الغرض منها هو تمكين الشباب واكتساب المهارات اللازمة حتى يستطيعوا الانخراط في سوق العمل وتوفير وظائف جديدة لهم. احنا اليوم في الغرفة التجارية بتعاون مع مجلس الشباب الأعلى المجلس الأعلى للشباب بنقدم دورة في التمكين الاقتصادي للشباب وأيضا تختص في إدارة المشاريع وتطوير أعمالهم بشكل خاص. اليوم هاي الدورة راح تبدأ إن شاء الله في الغرفة التجارية بمجموعة من الطلاب بحيث نحن ننمي قدراتهم الشخصية ونحاول إن نحن ننمي هاي المهارات بحيث إنهم يكونوا قادرين على خوض التجربة في المجتمع. وبنشكر جميع القائمين على هاي الدورة إن شاء الله. بتوجيهات من الأخ جبريل رجوب مسؤول المجلس على الشباب والرياضة وبالتعاون مع الغرفة التجارية اليوم بننفذ دور التمكين الاقتصادي في محافظة طول كرم لتعزيز دور الشباب. وهذا عمل الغرفة التجارية بالحقيقة لتنمية وتطوير العقول في مجال الاستثمار وتطوير الشباب لإيجاد فرص عمل ومهن يركنوا عليها ويكون مردود مالي لهم.